أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. في الجزء الثاني من بالعربي الفصيح نناقش في هذه الحلقة حال الموسيقى العربية بين التراث والمعاصرة. ضيفي في الاستوديو الأستاذ الكاتب والناقد الفني الأستاذ علي عبد الأمير، وكنا قد توقفنا عند يعني هذه الثنائية الإشكالية بين الاستسهال وبين الاشتغال الحقيقي إذا جاز التعبير عند الرواد، اللي هو كان يميز مشروع النهضة في بدايات في الربع الأول من القرن العشرين. أريد انتقالة ربما تكون يعني قريبة من هذا الموضوع، أنه ذكرت حضرتك أنه عندما نقول الموسيقى العربية يتبادر إلى الذهن الأبرز منها وهو الغناء. لكن هنالك جزء أساسي ومهم لعبات المدرسة العراقية، ألا وهي ما يسمى بالموسيقى المحضة أو الموسيقى الآلية عبر مدرسة العود العراقية برموزها الكبيرة، يعني من جميل ومنير بشير، ويعني بدءا من الكبير العملاق محي الدين حيدر، الشريف محي الدين حيدر، كيف تقرأ هذا الجزء كإضافة حقيقية في إعلاء شأن التذوق الفني في الموسيقى العربية؟ في الإشارة إلى أن الأغنية أخذت كل الموسيقى العربية، اليوم لم يعد الأمر كذلك حسب. إذا كانت الأغنية العربية اختصرت الموسيقى، فاليوم هناك شيء آخر، الفيديو كليب اختصر الأغنية. هذه الكارثة هذه الكارثة المضاعفة. يعني أنا لا أوصف بالكارثة، أنا أوصف الوضع كما هو. نعم. يعني على ما أظن، نعم، ما ذهبت إليه حقيقة له علاقة هذا الجانب، ليس فقط برغبة منهم، وإنما إمكانية أن تتوافر الموسيقى العربية على هذا الجانب الآلي. ذلك ليس في إنتاجهم الذي برز فيما يسمى بالغرب البيس أو المقطوعة، وهو ظل فن قائم بذاته إلى أواسط السبعينات، تقدم كل الإذاعات العربية بين فقراتها الغنائية أو حتى العادية تقدم قطعة موسيقية. هنا قطع لا ألطف ولا أجمل ولا أعذب كتبها عبد الوهاب، ومثلها كتبها الرحابنة، ومثلها كتبها فريد الأطرش وغيره. هذا الجانب والصنباطي وحتى محمد الموجي كتبوا هذا الفن اللي هو البيس واللي هو الموسيقى الآلية. قبل هذا أيضا هناك أشكال موروثة في الموسيقى العربية، هي أشكال آلية، منها السماعي وهو قالب جميل جدا، والبشرف واللونجة، هذا الشكل القائم على الرشاقة الإيقاعية الأخاذة. هذا جزء من صحيح ليس بالضرورة أن يكون عربيا، ذلك هو لكن ضمن هذه الثقافة أو هذه الحضارة الشرقية، هذه من الموسيقى الشرقية، وبالأصل أشكال تركية. نعم. برز فيها الأتراك بقول العثمانيون تحديدا خلال فترة الدولة العثمانية. هذه الأشكال اليوم غابت، لكنها لم تكن غائبة حين كانت مشروع الحداثة يكتسب هذا الذي وصفناه. يكتسب ملامحه المحلية، ملامح الأصالة. هذا هو الفرق اليوم، بغياب هذا الجانب الذي يحتاج جهدا، يحتاج اجتهادا أيضا، هذا الجانب الذي غاب جعل الاستعارة غير ممكن، وبالتالي أفقدنا الجانب الآلي في الموسيقى. ولكن هذا جانب من الصورة، لكن أكو جانب آخر في الصورة. اليوم هناك مؤلفون موسيقيون عرب يكتبون موسيقى آلية مدهشة وقائمة على حداثة حقيقية، بنفس الوقت مخلصة لفكرة التأصيل، تأصيل ملامح الحداثة وإعطائها ملامح عربية. خذ على سبيل المثال ما أنجزه وأنت أشرت إليه بالاسم، نصير شمة. نصير شمة كمؤلف، أنا بالنسبة لي حقيقة كمهتم ودارس لتجربته من خطواته الأولى إلى اليوم، أنا أعتقد نصير شمة يقدم صورة المؤلف بأفضل ما يمكن. صحيح. بل هذه الصورة بالنسبة لي قيمة جمالية أكبر بكثير من صورته عازفا على العود.
مع أهمية هذه، ولكنه صورته كمؤلف مؤلف خذ أيضا شرب الروحانة اللبنانية. خذ مثلا الكبير خليفة. الكبير زياد رحباني، خذ مارسيل خليفة مثلا، يكتبون موسيقى حقيقة فيها إشعاع روحي عميق ومهم، وتجارب كثيرة عربية فيها تأصيل، للأسف فيها تأصيل مع مع الاشتغال على حداثتها، الفكرة ذاتها التي سؤال الجوهر اللي بدينا به موجود في نتاجهم، ولكن للأسف هذا غائب لسيادة، كما قلت لك، لسيادة شكل واحد في الموسيقى العربية ألا وهو الأغنية. حتى أن كثير منهم، أن كثيرا من اليوم من المؤلفين الذين برعوا في شكل السيريس أو الأبسوليوت ميوزك أو الموسيقى الصرفة أو الموسيقى الآلية، اليوم يلجؤون إلى الغناء، كون هذا أصبح طريقة يلجؤون إلى تلحين الأغنية، يعني طريق مضمون. تسمع لنصير ألحان، تسمع لشرب الروحانة، لمارسيل طبعا، وحتى لزياد يلجؤون هذا. ذلك أن المجال يبدو ضيقا وضيقا جدا للموسيقى الآلية إنتاجا على ذكر هذه وتلقي. على ذكر هذه يعني تذكرت طرفة أنه يعني أحد الأصدقاء غير المعني بالتلقي الموسيقي، ويعني كانت هنالك حفلة للأستاذ نصير شامة، وما يعني ما يعرفه بس يريد يعني يريد يحضر للمتعة يعني، فحضر الرجل معنا وابتدى الأوركسترا العود يعني تعمل تشتغل على والناس يعني متفاعلة مع الموضوع، وإذا بي هذا الصديق يعني يوشوشني أو يشاورني أنه يعني متى سيبدأون الغناء؟ شو وقت راح يغنون العديد؟ أكو حفلة بلا غناء يعني شون يصير؟ هذه المتلقي العادي اللي احنا يعني تكلمنا عنه. حقيقة أشكرك لهذا المثال أستاذ صادق، هذا يذكرني بحقيقة أنا أعتبره خسارة، وخسارة خسارة عميقة. واحد من أفضل المؤلفين على ما أظن في القوالب الشرقية للموسيقى الأستاذ الفنان خالد محمد علي. نعم. حقيقة خسارة كبيرة أنه تحول إلى بسبب ظروف قد تكون هو يحدد بواعثها أو نتاجها. نعم. يعني تحول إلى مجرد عازف في فرقة مطرب عراقي وعربي كبير. هذا لا يعني أنه لا ينتج، ينتج، ولكن هذه صورته مؤلفا خسرناها طبعا. بسبب ضغوطات خارجة عن قد تكون إرادة الرجل، صحيح، رغم براعته. أنا أعتقد يعني أحسن صنعا كثيرا المجمع العربي للموسيقى حين منح خالد محمد علي العام الماضي جائزة المؤلف العربي الأول، لأنه يستحق هذه الجائزة فعلا. ببراعة. أستاذ خالد يعني من الأسماء الكبيرة والعملاقة في عالم ذلك أيضا الموسيقى. نذكر تجارب كثيرة لعراقيين أو عرب في مجال الموسيقى الآلية بعيدا عن الغناء. خذ على سبيل المثال فرات قدوري في عمله الأخير، أسطوانته الأخيرة الجنان المعلقة، حقيقة كان تجربة أخاذة وواعدة كثيرا، يعني تفوق على نفسه كثيرا بعيدا عن صورته عازفا على القانون حين ذهب إلى كتابة الموسيقى الآلية وفق شكل مثير للجدل. نعم. يجمع بين الأصالة وفق أشكال حديثة. نعم. قد يكون مزج فيها ما يعرف اليوم في الموسيقى الغربية اسم الفيوجن أو الجاز أو الأورينتال جاز، الذي هذا الشكل الذي أسسه بعمق ووضع له زياد رحماني. نعم. طيب سيد علي، يعني إحنا في هذا الخضم وفي هذه الثنائية العجيبة أيضا، أنه سيطرة الأغنية في التغطية الصحفية اللي يعني اللي تمت على المؤتمر القاهرة. نعم. مؤتمر ومهرجان، وبالمناسبة نعم. يعني أعزائي المشاهدين هو اسمه مؤتمر ومهرجان الأغنية العربية. التغطية الصحفية الموسيقى العربية عفوا، التغطية الصحفية قالت أنه يعني أحد مشاكل هذا المؤتمر
انه المهرجان الموسيقى العربية يضغى على أعمال المؤتمر البحوث العلمية الندوات الجادة بحيث بالنتيجة يعني لا يتم الاستفادة من يعني من هذا المؤتمر ولا من هذا يعني لو يصار إلى فصلة إلى نشاطين يعني مؤتمر للموسيقى العربية ومهرجان للأغنية أو للموسيقى العربية ستكون فائدة عام. كيف تقرأ هذه ضمن نفس صديق الشخص اللي يقول يعني متى سيغنون؟ نعم حقيقة هذا يعني سؤال جوهري، ولكن أن يمشي معا المهرجان في أبعاده الفنية الموسيقية والغنائية مع المؤتمر العلمي، أنا أعتقد هذه فكرة تحسب لمقررة وأمين عام المهرجان والمؤتمر دكتورة رتيبة الحفني، ذلك لإعطاء هذا الجانب أن هناك تظاهرة فنية ترافقها معرفة. هذا الحرص على هذا أنا أعتقد مهم، هذا الذي أكسب الحدث أهميته. نعم. ولكن المشكلة، وهذه حتى قبل بالأمس كانت دكتورة رتيبة الحفني وهي تتحدث عن نعم. هذا الموضوع، تشكو من غياب، على سبيل المثال، من غياب من هم مهتمون بالدرجة الأساس في المؤتمر، ألا وهي المعاهد والمدارس والأكاديميات الموسيقية، حيث لا أحد من طلبة أو أساتذة هذه المؤسسات، لا أحد يحضر الندوات العلمية. نعم. ليس الأماسي الموسيقية، أنا أقصد الجانب العلمي. الجانب العلمي نعم، ولكن هذا لا يقلل من أهمية. طيب هذا عادة يعني هذه عادة يعني يجب أن توجه لهم دعوات يعني حتى يحضروا. أنا أظن هذا العلاقة كما أسلفنا إلى علاقة بسؤال، هل اليوم مؤسساتنا بشكل عام المعنية بالثقافة والتربية معنية بالجدوى بالجدية؟ أنا أظن هذا يعطينا جواب أن مثل هذا الاحتمال غير قائم على الإطلاق. لا مؤسساتنا التربوية ولا الأكاديمية ولا الفنية هي على مستوى من إثارة سؤال جدي عن دورها، وإلا فهي معنية بحدث يصب في جوهرها ولكنها لا تتصل به. هذا يعني يكشف لنا حقيقة هو سحيقة بين مؤسسات تعمل في جهة ومؤسسات تذهب في الاتجاه الآخر، مع أنها يفترض كمؤسسات مجتمعة تمشي في خط واحد. وهذا هو بالضبط كان أستاذ علي، هذا بالضبط كان سؤالي التابع أو النقل يصل إلى نتيجة أن الشروط الموضوعية والمعرفية للنهوض بحالة موسيقية يعني جيدة يجب أن تقوم على تجديد النخبة الفنية. كيف ترى هذه المسألة؟ لا أظن له علاقة بالنخبة، له علاقة بنمط التفكير. كيف؟ يعني نمط تفكير اليوم لا سؤال في مؤسساتنا التربوية عن قيمة الموسيقى كوسيلة تهذيب وكوسيلة أيضا معرفة، يعني غياب درس الموسيقى من مدارسنا على سبيل المثال. نعم. على سبيل المثال، وهذا جوهري وأساسي. هذا جانب. الجانب الآخر، لا جدية في التعاطي مع الثقافة بكل أشكالها ومنها الثقافة الموسيقية. لا جدية في التعاطي معها، ذلك أن اليوم في، لو تأخذ أي مثال، أن موازنة أي دولة عربية اليوم، وأقرأ موازنة الجزء الخاص بالمعرفة والفكر والثقافة والبحث العلمي من هذه الموازنة، ستجد أضعف نسبة، يعني شيء مريع فيما تفخر كل المجتمعات بما تخصصه للبحث العلمي. اليوم هذا الأمر غير موجود حقيقة. ولو يعني قرأنا المشهد وفق باب تخصيص المؤسسات الجامعية والأكاديمية لوجدنا أن الأمر
يذهب إلى سوء آخر. ذلك أن حتى هذا الحل حول هذه المؤسسات إلى مؤسسات ربحية قائمة تجارية قائمة على فكرة الربح فقط، أبعدها عن رسالتها المعرفية. هذه الرسالة حقيقة اليوم في المجتمعات المتقدمة لا تبنيها مؤسسات خاصة، هذه تبنيها مؤسسات الدولة حصرا. الحفاظ على الثقافة مؤسسات الدولة في كل دول العالم. في كل دول العالم مؤسسات ليس بالضرورة الدولة المركزية كما أسلفت. مؤسسات البلديات والمحافظات والمراكز الثقافية في المحافظات والمؤسسات المدعومة من مؤسسات ربحية وتجارية وبالنتيجة تصب أيضا في نشر وعي أو ازدياد الوعي العام. يعني بالنتيجة أيضا هناك وعي عند كثير، وعي لطبيعة قوانين تلك الدول. ذلك حين تدفع شركات ما بالضبط هذا اللي أقوله للثقافة فهذا يعفيها من الضرائب. من الضرائب نحن لا نتمتع بالضبط. حتى في طبيعة رأس المال العربي والمؤسسات الصناعية والتجارية العربية لا تتمتع بوعي كهذا. حين تسند على سبيل المثال تظاهرة ثقافية لا تعرف تعرف تماما أنها سيعفيها هذا من الضرائب، لكن لا تقوم بذلك، تقوم بأشكال أخرى. لأن هي كنمط تفكير لا تضع المعرفة والثقافة في أولوياتها كجزء من اهتماماتها. طيب أستاذ علي، كل المؤتمرات والمهرجانات والتظاهرات الفنية كانت معنية ب تكلمنا عنه أنه يعني اللي هو استنباط صيغ إبداعية حديثة تظهر ما موجود لديك من تراثك. أنا أذكر جيدا بحث يمكن كان قديم يعني في التسعينات، حضرتك قدمت إلى مؤتمر أحد دورات مؤتمر القاهرة عن إدخال دور إدخال الآلات الموسيقية الحديثة تطويرها على المعاصرة أو الحداثة والتراث. إشكالية الحداثة والتراث في الموسيقى العربية، كان البحث مخصصا عن الآلات الموسيقية. كيف تقرأ يعني هذا الجزء من اشتغالك على الموضوع؟ يعني عفوا أنت حددت الموضوع. نعم البحث لا ذهب إلى أكثر من هذا، إنه ما قيمة الأوركسترا الغربية مع أعمال موسيقية عربية وشرقية. نعم يعني اللي هي عملية تزاوج بين الاثنين، هل يتآلفان أم ماذا؟ نعم على ما أظن هذا فعلا يعكس صورة سؤال الهوية في النغم العربي بالضبط. وسؤال كيف يمكن أن يمضي مع الحداثة الماضي أصلا بخطوات سريعة. هذا السؤال هو فتح باب أو كان هو ضمن باب لمناقشة العولمة، كيف نقرأها كتحد بالنسبة لراهن الموسيقى العربية. حقيقة شكل الاستعانة بالأوركسترا السيمفوني هذا ليس جديدا، ولكن كما قلنا حين بدأ المجتمع على درجة من الثقة بالنفس وكان هناك يعني مبدعون حقيقة يقدمون مستويات معرفية ممتازة، لهم ثقة بأنفسهم، ثقة بإبداعهم، وثقة بمجتمعهم وقدرتهم على مقاربة الحداثة، ولكن بمهل وبدراسة وبتمعن أنجزوا هذا بلا صخب، أنجزوه بلا ضجيج، بحيث بتجارب حقيقية أنت تسمع الفرقة المصاحبة على سبيل المثال للراحلة أم كلثوم، ولكن لا تسمع نغمة غربية مع أنها آلات غربية، تسمع نغم شرقي. ذلك إن أجيال من الموسيقيين رفيعي المستوى طوعوا هذه الآلات بحيث جعلوها آلات ذات روحية بالكامل شرقية. هذا هو ما يبدو غائبا اليوم. نحن نعود ونذهب إلى النقطة ذاتها، أنه هل أصلنا الحداثة؟ هل منحناها ملامحها المجتمعية المحلية بشكل دقيق؟ هذا ما نفتقده اليوم. أستاذ علي وقت البرنامج داهمنا، وقت البرنامج انتهى، وهنالك أسئلة كثيرة ومحاور يعني ما زالت أمامنا نتمنى أن نناقشها في حلقات قادمة، لكن في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل ل يعني وجودك الكريم معنا في هذه الحلقة، كما شكرا. أن الشكر موصول أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لكم. انتظروني في الأسبوع القادم مع قضية جديدة وضيف جديد،
هذه تحياتي وتحيات كادر البرنامج. أنا محدثكم صادق الطائي، عمتم مساء وفي أمان الله.